وللحديث حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي والاستثماري أسامة معين. أهلا بك سيد أسامة في نشرة الأخبار، ونتحدث عن فائدة رفع وكالة موديز التصنيف الائتماني للسعودية عند AA3 وما انعكاسات هذا رفع التصنيف على دول مجلس التعاون. شكرا جزيلا، مساكم الله بالخير، وشكرا على الاستضافة. المملكة العربية السعودية طبعا أخذت أكثر من ارتفاع في التصنيف الائتماني في الفترة الماضية، وهذا يدل على النمو الاقتصادي الحاصل في المملكة. إن شاء الله بنشوفه على AAA قريبا بإذن الله. التصنيف ارتفع من A ل AA3، وهذا يدل على أشياء كثيرة. طبعا احنا التصنيف الائتماني السعودي كان يعني له علاقه بالاقتصاد اللي هو النفطي ومنتجات النفط وغيرها. ارتفاع التصنيف الان هو دليل على انه حتى المنتجات غير النفطيه او العائد غير النفطي اللي بيحصل في المملكه العربيه السعوديه الان له دور فعال ودور كبير في النمو الاقتصادي. رقم واحد الاصلاحات الاقتصاديه، طبعا بناء المدن الجديدة، تطور العاصمة، كل هذه طبعا السياحة. احنا بنترك الحج على صوب وبنتكلم عن السياحة العادية. السياحة ازدادت بشكل كبير، النمو في هذا المجال صار كبير جدا، وهذا يعني بيعطي مجال للمملكة انها تتقدم في التصنيف. التصنيف اللي بنتكلم عليه AA3 الان إذا كان له أثر مباشر فهو على القطاع الخاص السعودي. طبعا القطاع العام السعودي أو الدولة فيها قوة اقتصادية جيدة، عارفوا إلى أين تذهب الخطة 2030 ماشية بالشكل الصحيح، لكن الاقتصاد هذا راح يكون له أثر كبير جدا. أو التصنيف الحديث إلى على القطاع الخاص مهم جدا في المملكة العربية السعودية، وهو الذي سيضيف قوة إلى الاقتصاد الخليجي، لأن الاقتصاد الخليجي مرتبط ليس فقط بالحكومات ولكن أيضا في القطاع الخاص بالاستثمارات المتبادلة. نعم سيد أسامة، يعني في سياق ما ذكرت، ما هي أهمية النظرة المستقبلية المستقرة التي تضمنها تصنيف وكالة موديز للسعودية، وما دورها في الخطط الاقتصادية والمالية سواء قصيرة أو طويلة المدى؟ طبعا النظرة المستقبلية مهمة جدا. إذا كانت مستقرة أو مثلا مترددة أو كذا، مستقرة يعني الأمور ستسير إلى ما هي عليه الآن بشكل واحد، يعني بشكل متفق. خلال مثلا 5 إلى 10 سنوات القادمة الأمور مستقرة، لأن الخطة التي تتبعها المملكة العربية السعودية خطة متكاملة تؤدي إلى الاستقرار في العديد من القطاعات الاقتصادية، وهذا نظرة مستقبلية ممتازة للمملكة كمستقرة، لأن ما في رجعة عن موضوع التطور أو النمو الائتماني للمملكة. يعني لما نتكلم عن، لو ما قلنا مستقرة يعني أنه ممكن تتراجع ممكن كذا، لكن مستقر يعني التصنيف الائتماني ممكن يقف عند هذا الحد أو يزداد يرتفع، ولكن ليس له أن يتراجع. هذا هو المهم جدا جدا في موضوع الاستقرار أو النظرة المستقرة لاقتصاد المملكة. نعم الخبير الاقتصادي والاستثماري أسامة معين، شكرا جزيلا لك.